Ja, das muss ja nicht alles gut sein. Ach, sorry. Aber. TNT. دي ده دروع صفحة جديدة؟ ايه لو ده كيف خليه زمن يلا هلا شو بدك تجيب بعد ال ليه بقى رجع على الحرارة على سطح الحرارة وين الحرارة؟ اه لا لا اه اوكي لسه في شغلة شو فيها زيت ايوه بس عيل اعمل معروف فوت عليها هيدي حط لها رقم؟ ايه حط رقم مثلا حط 100 درجة بس هيك شو الله يخليك بس بيفهم علي انه هاي هي هاي مش هاي بتتحكم بهذا صح الكلام؟ هلا اذا فهمها بال هلا هون كمان التنكات ايه هون هذا سلكشن بكبه بقلبه ايه اذا نقى هيدا اوكي بيبعث منه وهذا يكون قلبت مفكر ماشي هلا هيدا هون لبى مره ثانيه بالعكس ضو الثانية انفتح برد عليها يعني ضل إيه. حسب الوضع إيه صبيب هلا ما ضوي هذا الاحضر هون ايوه هيدا هون مزبوط هلا لا هيدا هيدا هون ايه هي فوق ايه خلص انت هذا اللي تحت طيب واللي هون خلي يروح هلا بهذا بالوحده لهون يا ايه بعرف هو زمور بس هلا اللي طلبه اه ها على temperature warning مثلا اذا بتحط له 30 temperature warning بس تمبريشا والضغط لا كلهم ايه اعمل مره هيدي ماشي الحين نحن نطول شوي المساج قرب لي قرب فوق 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 طيب كيف فرجيت تروم بتدور وتطفي من هون الحساس؟ اي حساس؟ بتروح لي اذا بتفصل الكهرباء تروم بتوقف هيدي؟ ايه ها؟ ما قلت لي انت انه هون عملت لي انه تفصل الترومبا اذا صار في الارم اه اذا غير صار الارم؟ ايه ايه يعني ما فيك ما هي هون لي. هون انا صفر بيروح هيدا بطل يدور شيء ليك بطل يدور شيء بس الارم إذا بدك تدورها بس يطلع عليها بتطفي هي ايه اعمل معروف يلا 16 اوكي تمام اوكي تجي لهون تضبط هاي الالارم